على بالكم من جات كلمة بودكاست؟ كما قال ستيف جوبز. And podcasting, of course, is a concatenation of iPod and broadcasting. كما سمعتوا، بودكاست هي دمج لكلمتين iPod، واللي هو منتج كان يسمح بتخزين البيانات، وبرودكاست، والذي يعني الإذاعة أو البث. وقلت خلطتكم. نعم، شركة أبل هي التي كان لها الفضل في انتشار ثقافة البودكاست. كيفاش؟ في 2005 قامت شركة أبل بتحديث تطبيق آيتونز، وجعل التسجيلات الصوتية واللي هي البودكاست متوفرة للاستماع، وهذا ما أحدث ثورة كبيرة وخلى الناس تتخلى عن الاستماع للإذاعة اللي ما تقدرش فيها تخير واش تسمع وفي أي وقت أو مكان اللي تبغي، ولا تقدر تتابع الأشخاص اللي تحب تسمع لهم. أما العكس، بودكاست فيه كل هذه الميزات وأكثر. نزيدكم حاجة شابة، لايت كلاب راح يولي عنده بودكاست خاص به تحت اسم The Lightroom. تكونوا في الانتظار.